بالنسبه للعمل ديالي انا وحاتي، النهار اللي تلاقينا في كاغرانديو، النهار اللي تعرفت على حاتي من شنو 2000 اول مره تعرفنا في ذاك الوقت، ولا كنقول خصنا تجي شي سوبر ستار في 2007 ورا قبل شويه قبل 2006 2006 اللي تعرفت على سي حاتي. ياسر انا كنت فان ديالو من الاول، عزيز عليا حاتم كشخص وكفنان، ومن ثم اقترحنا على بعضياتنا نديرو شي حاجه، والظروف هي اللي خلات الامر يتاخر وحنا درناها. اسرعت الجواب. صح صح. اغنيه ديال محبوبي اللهجه المغربيه، يعني إذا كنقولوا لهجة بيضاء ففيها بعض الكلمات اللي هي جاية من الخليج أو من مصر، فهذه الأغنية 100% مغربية كلهجة، ولكن الكلمات اللي اختارينا أصلا مفهومين في العالم العربي، نحن كننطقوا بالدارجة ولكن بطريقتنا المفهومة للعالم العربي. بالنسبة للتوزيع هو توزيع مغربي، يعني كنوجه تحية كبيرة للنجم الكبير جلال الحمداوي اللي تهي مفخرة، لأن بديت أنا وساعد السيكسيهات مع هذا السيد، يعني جلال الحمداوي من الناس اللي عطاو الأغنية المغربية شيء كثير ووصلوها للعالم كامل. فالأغنية عندها واحد اللمسة عربية باش نسافروا باللهجة ديالنا كما العادة للخارج ومصر ولماذا في العالم كامل. فوالا هي بالدارجة المغربية، ولكن اللمسة ديال جلال دائما كتدخل فيها حاجه ستيل اغاب انترناسيونال، فالجمهور العربي كله غيستمتع بهاد الاغنيه هادي، زائد الفيديو اللي مختلف جدا وفكره يمكن نقول لك ما عمرها دارت في تاريخ الكليبات، فكره ديال 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 المخرج المحرج فكره جديده بزاف، وغادي يتمتعوا بها المشاهدين قريبا ان شاء الله. بالنسبه للحفلات في المغرب، يعني كما كيعرف الجميع شحال ديما غنيت في المغرب، جايه شحال 7 سنين شي حاجه بحال هكا، الريل كونسرت ما كنهضرش على الحفلات. بغيت نرجع بشي حاجه كبيره، نرجع مثلا موازين، نرجع بشي انسان كبيره، هذا هو السبب. ما كاينش زعما. والسؤال الثاني شنو؟ لي كولابوراسيون مع الفنانين. كنتعامل مع الفنانين ماشي بالتاريخ ديالهم، او لا ماشي كنتعامل معاهم ك الموهبه اللي عندهم اللي عطاهم الله، الى واعره واخا يكون بدا يلاه البارح غادي ندير معاه، ماشي لانه ما عندوش اسم او لا يلاه بدا. ف وربي كيجيب تيسير لينا بجوج، ما كنقولش لا انا غنزيد ليه، ما كنمشيش بهذا لا فيسيون، كنمشي بانه غادي يفيدني وغادي نفيدو حتى انا غنستافد منه، واخا يكون صغر مني واخا يكون كبر. الاذن ديال الانسان كتاخذ واحد شويه الوقت باش تعود على لو سون، باش تعود على شي حاجه جديده، وكاين لو سون اللي نهار الاول الدقيقه الاولى كتسمع كتقول واو. بعض الاغاني اللي خاصك تسمع لهم مره وجوج ثلاثه، بعض المرات تسمع لهم شي 3 ايام عاد توصلك الفكره. و بالنسبه للسؤال الاخر شنو هو الاول؟ الاغاني في الفترات الزمنيه متفرجه واحد الفتره هادي، واش ما كتظلمش بعد الاغاني؟ دابا ولات كل نهار كتخرج اغنيه، سواء كنفضل نبقى متواجد نظلم اغنيه، نوعا ما كتظلم الاغنيه اللي قبل منها. بعض المرات الا ما كانتش تولي الوزن ديالها لحنيا او في الكتابه ثقيل يمكن تظلم، ولكن يعني الاستراتيجي باش غادي بها دابا ما كيهمنيش، ماشي مشكل، خصنا ننزلوا الاغاني لانه بزاف دابا ولا يعني الاستهلاك ديال الاغاني بواحد الكثره، يعني اصبح ملايين المغنيين في النهار كيخرجوا. ف يعني واخا الاغنيه زوينه تاعنا كنشاطروا الراي ان كل شهر ولا كل شهر ونص خصها تنزل، خلاف زمان كل اغنيه في سنه. الا درتي هذه الاستراتيجي دابا غتنسى، لان كل اسبوع كيطلعوا 15 واحد كيلو اغاني جداد، فهو بغى يوصل على ان نمشيو مع الوقت. فوالا سريع الاستراتيجي، ملي نزلت مثلا انت باغيه واحد
كان عندي الفكره انه نزل اغنيه في العام بالضبط وكانت كتنجح. انتي نزلت من بعد العام اللي مورا عاد معلم بعد العام اللي مورا عاد غلطانة عاد كنشوف لا اغنيه في العام راه قليله بزاف عاد درت غلطانة ماشي ساهل قرب بعضياتهم عاد مي دابا ولات خصنا نخرجوا كل شهرين كل فعلا.